الحمد لله رب الأرض والسماء على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسأله عيشة السعداء وميتة الشهداء والرضا بالقضاء. قل للأحبة في الأعماق مسكنكم، يمضي الزمان ونبض القلب يهواكم، جاءت رسائلنا تهفو لوصلكم، لا خير فينا إذا يوما نسيناكم. أيها الأحبة الأكارم، السلام عليكم. في النظام المدني توجد مخالفات مختلفة، هناك مخالفة سير، وهناك أيضا جريمة قتل، وفرق كبير بينهما، مع أن كل منهما مخالفة. الكبائر هي تلك المخالفة الخطيرة، وعدد الكبائر مختلف فيه، فبعضهم عدها 70 إلى 70 إلى 700. وهناك كتاب مشهور للإمام الذهبي عنوانه الكبائر، استنبط فيه الكبائر من الكتاب وما صح من السنة ومن الآيات الدقيقة في بيان هذا المعنى، قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تخيل إنسانا حكم عليه بالإعدام وعليه مخالفة سير، فإنه يعفى من مخالفة السير. لماذا؟ لأنه سيعدم. ويقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. يحكى عن إنسان اتهم بجريمة قتل، أبلغه المحامي أن حكما بالإعدام صدر فيه. يقول المحامي: في حياتي يوجد حوادث كثيرة فيها إبلاغ بحكم الإعدام، تكون فيها ردود الأفعال متشابهة إلى حد ما، لكن هذا الإنسان أبلغته بالحكم فلم ينزعج، وتلقى الحكم بأعصاب باردة، فاستغربت وصار عندي فضول أن أشهد إعدامه وأرى هل تختلف ردة فعله أم لا. بعد أسابيع ذهبت لأشهد إعدامه، فوقف على طاولة الإعدام ووضع حبل المشنقة في حلقه وقال: أنا الآن سأموت، وهذا الذي قتل واتهمت به أنا لم أقتله، لكنني قتلت إنسانا قبل 30 عاما، كنت رئيس مخفر على عهد فرنسا، وقد أعطاني ضابط فرنسي إنسانا ليقتل، فوضعته في الإسطبل وأقفلت الباب فهرب بالليل، فلكي لا أكون مسؤولا أمام هذا الضابط جئت بإنسان معه جمل، فبعت الجمل ووضعت الثمن في جيبي وأدخلته مكانه، وثاني يوم أعدم. ثم قال: أنا من 30 سنة تسببت بقتل إنسان بريء، وها أنا ذا أقتل مكانه. هكذا هو عدل الله، وهكذا جزاء من اقترف كبائر الذنوب وتجرأ على دماء الناس أو أعراضهم أو حقوقهم. مرة أرسل إلى عمر بن عبد العزيز عامله على البصرة عدي كتابا يقول فيه: أما بعد، فإن أناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب. فكتب إليه عمر: أما بعد، فالعجب كل العجب، من استأذناك إياي في عذاب البشر؟ كأني جنة لك من عذاب الله، وكأن رضاي ينجيك من سخط الله. فإذا أتاك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبله عفوا، وإلا فأحلف فوالله لئن يلقوا الله بخياناتهم أحب إلي من أن ألقاه بعذابهم. والسلام. نسأل الله عز وجل
السلامة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.